ولسه الحديث عن مشروع مصر القومي حياة كريمة. رئيس البارح أعلن تدشين الجمهورية الجديدة القائمة على ترسيخ ثوابت الدولة المدنية الحديثة، والدولة دي بتمتلك القدرات الشامرة سواء كانت اقتصادية سياسية أو عسكرية، وأيضا بناء الإنسان المصري اللي أكد عليه الرئيس السيسي في دولة مدنية قائمة على التعايش. المصرية القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري، قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، كما تسعى لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً صحياً وعقلياً وثقافياً، إيماناً بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده. فمصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم.